فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا حضرت إلى المسجد فوجدت الصف ممتلئا، فهل أجذب أحدا من الصف ليقف معي أم ماذا أصنع؟ صحيح أنه لا يجوز الاجتذاب، ولكن تنبهه تنبيه إن تأخر هو، أما أنك تجذبه جذب هذا لا، ما صح الدليل فيه. لكن تدخل عن يمين الإمام، أو تحاول توجد فرجة في الصف وتدخل فيها، أو تنتظر الداخل، تصلي أنت والداخل. نعم.